رمضان هنيك كيف كان بيمر عليكم ببلغاريا؟ ما بيمر لعنا رمضان. أنا دائما برمضان ما أصلي بالبيت، أروح بالجامعة. أيوة في همة يعني تطلع. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. يبقى انت صار لك 20 سنه ببلغاريا اكثر، ما مبين الملامح يعني أكتر بلغاريه اكثر بصبر عنا. والله هيك لقاء ظريف مع سوري ببلغاريا من 25 سنه اكثر اكثر. راح العمر، العمر راح العمر ولا لفت انت؟ بالعكس كسبت وقتك، ما شفت اوروبا وشفت الحمد لله. لا الحمد لله الامور بخير. لا الحمد لله. بس الواحد بيقول انه العمر عم يروح، ما عم يمشي. هو العمر بده يروح يعني، بس الواحد لازم يستغل كل لحظه ويعيش حياته، لازم هيك اذا استطاع يعني. مزبوط هيك عم بوسيم طبعا. ابو عمر عم يقول انه عازمكم. والله هيك حكوا ما بنعرف. ايه هون شوف يعني، والله الحقيقه مو عازمنا، هو رايحين نشوف المطعم الجديد تبعه. ايوه تباركوا له، عبالنا ناكل اكلي ظريفي وتباركوا له، ما ناكل هالاكل التركي هذا شو اسمه. بتعرف حالك شو انت، اقل شيء بنرجع من لايام ايام باب السريجه. لا لا شو كان اسمه، بالميدان. بالميدان ايه. بالميدان ايه. في حدا استضافوك جاي من بلجيكا وصار له زمان، فعزموه هون وقعد ياكل، لسه ما اكل لقمتين ثلاثه صار يبكي. نعم لك تطلعوا فيه لشوفك عم تبكي. قال هذا الاكل انا بحياتي اللي عم يسوي له اكل سوري، قال صار لي اكثر من 30 سنه ما دقت هذا الاكل، فبكي ما قدر، فخايف عليه يبكي. لا 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 جيت بحارب معنا يعني. لا لا هو الشغل ببلغاريا شو؟ الحمد لله الحمد لله. ايش الحال؟ تجاره؟ تجاره نعم. تنزل وبتطلع يعني اهلك وناسك بتشوفهم يعني، بتقدر تسافر وتجي؟ طبعا مسافر. لا طبعا مثل عادي، لكن مسافر الحمد لله. ايه يعني قصدي انه في ناس تقعد بتقول لك بطلنا نروح وطلع لي شيء. انا ما في اقعد، لازم ضل روح واجي. ما اذا بقعد معناتها مريض بكون او في شيء. حالي عليك العافيه. شو اسمه صديقك من زمان؟ يعني 30 سنه يمكن، قريب 30 سنه. خلاص صف سادس صف سابع؟ لا والله نحن تعرفنا على بعضنا من خلال الشغل يعني. الشغل وبعدين صارت بنت الصداقه. كنتوا شباب يعني معناته؟ ايه كنا شباب. شو انت كمان شو كنتوا شباب؟ هذا يعني من جيلك. هلا انا انت من جيلي وفرق بيني وبينكم بكثير. قد ايه مواليدك؟ 63. تفاصيل نحن شو ما فيها تفاصيل. ناقص سنتين ثلاثه مو مشكله، ما حنختلف. اي مع 10 سنين لورا ما مشكله. يعني انت اكيد مواليدك 67؟ لا هاي بقى انت ما حذرت فيها. معناتها ما عم بتقدر. صح صح مزبوط ما قدر. صعب الوضع هلا. شو المناسبه هلا انتوا اللي شو عم حاملين الميكروفون؟ عنا 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 يوتيوب يعني. ايه نعمل برنامج مع السوريين. ايوه ايوه انه مرحبا كيفكم، كل عام وانتم بخير، الله يعطيكم العافيه، اخباركم كذا. بينزلوا على الفيديو على اليوتيوب، بيكون في حدا مثلا صار له زمان مو شايفك بيشوفك. نعم يعني نعم. بصير تواصل من هذا بس الله يعطيكم الصحة. يزيعوا او ما بدك يزيعوا؟ ايه على راحته طبعا. ما عندي مشكله والله بالنسبه لي، مكسب لنا والله. انا ما عندي مشكله بالمره، ما في شيء خبي يعني. ابو ايش في بلغاري؟ ابو ايش؟ انا عندي ابني مسميه سيمون. الله يخليه. انا ناصر مسمي سيمون، بقولوا لي ابو سيمون، وفي بقولوا لي ناصر يعني. ايه عمره سيمون؟ الله يخلي شبابك. صار عمره 27 سنه. اها عرفنا سيمون قديش عمره 27. وابوه 29 سنه. ام سيمون قديش عمره؟ هلا انت فيك تقول بالاربعينات. بالاربعينات ايه. والله في فرق منيح بينك وبينه. لازم يكون لازم وهيك شو اسمه قربنا على العمر. عبد المعين بياخذ بيعطي معك ليوصل للي بده اياه بالاخير. اللي عرفنا هلا هو لو انه يعني من الاول بالاساس انا بس من الناس الاخر يعني ما في عندنا مشكله يعني. بدك تعرف قديش عمري يعني انا؟ لا هو حلو انه نستنتجه استنتاج، بس اكيد فوق الستين. والله رعانة إذا فوق 60 معناتها وضعنا كويس. إيه أوه معقولة والله شباب كتر خيرك كتر خيرك. شو قلنا عني؟ أنا وياك جيل واحد والله. يمكن بقول لك قديش مواليدي أنا؟ هات لنشوف. 56. لا
ما معقول. لا هذا وقت ما كنا صغار طحشنا فيها، كان يطلع بالتلفزيون. خلص اترك على 59 لما كان يطلع بالتلفزيون. لا ما بيتذكر وين، صار له زمان ببلغاريا، صار لي زمان من 84 انا فعلا سوري. رمضان هنيك كيف كان بيمر عليك هون ببلغاريا؟ ما بيمر لعنا رمضان. ما في يعني تلاقي حالكم هيك غربة؟ لا يعني ما بلد يعني ما فيها، يعني اذا البلد ما فيها يعني ما في، اذا ما في جو للجو رمضاني بالبلد، بلد مثلا ما بتحس على انه، ما بتحس انه اجى رمضان وراح وكذا. تجي على اسطنبول كل فتره ولا إيه؟ تقريبا اي معناته المكسب معكم طبعا. والله يعني هي صار لي فتره عم بيجي بدي اشوفه لابو وسيم، واخ عزيز كثير غالي علينا يعني، بنحس نحن والقمر جيران يعني دائما. هدول جماعه بيت النسمي غير شكل، مثل النسمي والله، نسمي نسمي عليلي كمان. الله يسلمك ان شاء الله دائما هيك. هو باينته مبسوط فيك يعني. اي والله طبعا ان شاء الله. على مره تتوفوا عند ابو عمر؟ صار لي 20 سنه ما شفته والله، بحكي بالتليفون بس 20 سنه ما شفته. من 20 سنه تفضلوا روحوا معنا. والله بنتشرف، بيسعدنا والله. تسلم الله يسلمك. مقادم وكذا خبرية. الله يجمعنا دائما. ميت مرحبا على راسي والله. شكرا، شفناك بخير. شكرا تسلم. مشكور على راسي يا سيمو. سلامة، موفقين ان شاء الله، وان شاء الله كل عام وانتم بخير حبيب القلب. تسلم، يا اهلا بك، بخير ان شاء الله. سلام، شكرا. بيقول لك اهلا وسهلا بفهيم. يا اهلا فيك، حلو اسمك. الله يخليك. والله منيح يعني اسم على مسمى حرك. لكان شو هي فهيم؟ من وين هي جاية؟ اللبق يغلب. شو؟ اللبق يغلب. اللبق يغلب. يغلب يعني انت اسمك غير طاف. شو اسمك؟ طافش. اسمك طافش. ايه. وفهيم منين اجيت؟ اسمي فهيم بس الناس ما ينادوا لي فهيم، ينادوا لي طافش. ايه انت بدك فهيم ولا طافش؟ لا طافش. طافش يعني بتحس انه فيه حركة اكتر. بس والله فهيم كمان تعودت. ايه البركة يعني انت اي شيء حدا بيسألك هيك تلاقي بتجاوبه، تحفظ ارقام واتصالات و الحمد لله. معناته مستقبلا بدك تعمل انت شيء قناة على تيك توك يا بس تكبر يعني ان شاء الله. قديش عمرك؟ 12. لساتنا بداية الطريق. الله يخليك. شو هالشتي معك؟ برد. برد مو؟ رمضان بس يعني هيك غير. هاليومين بس مطر. برمضان الحمد لله الجو أحسن. إن شاء الله. شو بتساوي برمضان؟ أنا أنام، أقرأ قرآن، أصلي. شو كمان؟ في شيء انت عم تتذكره بس ما بدك تحكي كأنه؟ انا دائما برمضان ما اصلي بالبيت، اروح بالجامع. ايوه في همه يعني تطلع. إيه؟ غير شكل صلاه الجماعه بيصير لك رفقه هنيك بالجامع معناته. عندي ايه وبيسالوا عنك ليش ما اجيت اليوم، ليش ما كذا، اذا بتتاخر او انا قبل ما اقدم باجي. هنيك كمان بيحطوا تمر ولبن ومي. طيب هلا انت وقت اللي ذكرت قبل شوي كل شيء يعني بتفيق بس ما انت باكل؟ ايه بعد ما يقدم المغرب. قصدي بالحياه العامه يعني. ايه هيك بتحس حالك انه انت عامل جهدك ما؟ الحمد لله. مرتب امورك؟ الحمد لله. مين اصدقائك طافش ولا فهيم؟ طافش. يا طافش. محمد بشير العراقي. ايوه. وهادن حلبي. ايوه. ومن القران من زمان تايم مع البزكرون. مين اللي كان بيسان ومعاز ومين هدول اللي عم تحكي عليهم؟ بيسان وحده هيك بتصور على اليوتيوب. أيوة. عنده محتوى. ايوه مطربه. ايوه. ومعاز محمد بيناشد بالثوره. ايوه. ايه واجا زارنا واشترى وصور الحمد لله. لذلك يعني صار رفقاتك. ما يعني هلا ابوك هون البركه شعبيته قويه. ما وما بيتعب فانت اخذ منه كثير هون. ايه ما تيجي بتونسه هون بده شغله بده شيء. ايه طبعا. هلا وقت اللي بيصير فيه مونه وبيصير فيه كذا وبيصير فيه شيء يعني ما بتهدى العيلة، ما بتضل شغالة. حتى أمي بتشتغل. إيه؟ بتنظف كمان وتشتغل
وهيك. كما؟ ايه كما. ولا تشما؟ تشما تشما بس انت مشان تفهم. تشما. ايه تشما. ايوه. وكما. لا تشما. ايوه. فكرتك ما فهمت علينا لما قلت تشما. ايه لذلك خلينا نحكي باللغة الدارجة يعني مو هيك قصدك؟ ايه احسن. هلا على طول بيسألوا الصغار انه شو بدكم تساووا شو بدكم تعملوا، الواحد شو بده يعني يفكر شو بده يساوي، خلاص بيعيش يومه بيظبط اموره وبعدين يخلق الله ما يشاء. صح. اه ايه. يلا ان شاء الله رمضان الجاي نشوفك بقى غير شكل ان شاء الله، وبس هيك يصير عمرك منيح تمسك الميكروفون تبلش. هلا شايفينه يعني كثير هادية يعني ما مو هو هو من البرد؟ ايه برد كثير ولا من الجوع؟ كل عام وانتم بخير، اهلا وسهلا فيك يا هلا. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم، نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم، جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.